في أول وصول لنسخة الـ SV بلس في موديلها الأخير 24 نيسان إكستريل. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالي. تغطيتنا اليوم من صالة بترومين وكلاء سيارات نيسان بالمملكة، نستعرض مع بعض أشهر سيارة كروس أوفر بسطول سيارات نيسان إكستريل في موديلها الأخير 2024. طبعا النسخة اللي اليوم موجودة معنا تعتبر هي نسخة النصف، فيها مواصفات ومميزات جدا عالية. وبشكل سريع نتكلم عن الواجهة الأمامية وأبرز تفاصيله. نجد الواجهة الأمامية مثل ما نلاحظ طبعا شعار نيسان الجديد مع شبكة على شكل حرف V بشكل جميل، وحساسات أمامية. الإضاءة طبعا هنا فل LED بالنسبة للعالي والواطي، مع خاصية الليد النهاري بالجزء العلوي. بالنسبة للعالي والواطي بالجزء السفلي هنا مثل ما نلاحظ فتحات لتبرير الهواء، طبعا بالجزء السفلي كشاف ضباب مع الفتحات اللي موجودة في الواجهة الأمامية. شعار نيسان مثل ما نلاحظ بشكل جميل، والشبكة الأمامية باللون الأسود. طبعا ما شاء الله اللون الأسود على السيارة تحفة، تحفة فنية، لون جدا جذاب وجميل. نلاحظ طبعا السيارة عليها حماية بالجزء السفلي بالكامل مثل ما نلاحظ بالجزء الجانبي، وهذه الحساسات الأمامية ما شاء الله كأوبشن كمواصفات فيها مواصفات جدا عالية. راح نلاحظ الحين السعر وبطاقة المواصفات. هنا نلاحظ بطاقة المواصفات، نتكلم عن 140,900 بجذر الكسور. هنا بالمواصفات بشكل كامل ما شاء الله فيها تجهيزات جدا عالية نسخة الـ SV بلس. طبعا مثل ما نلاحظ عندنا كاميرا جانبية من أصل عدة كاميرات محيطية، إشارات بالمرايات. المرايات عندنا بالأساس مدمجة بالأبواب، خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة، وعندنا سقف بانوراما بالإضافة له عوارض بالسقف وزعنفة موجودة بالخلف. وهنا التصميم الجانبي بالكامل. الجنب طبعا جاي باللون الرمادي واللون الفضي مثل ما نلاحظ، ما شاء الله كأنسب وقت جيت فيه في التصوير. طبعا هنا حساسات خلفية وجناح خلفي، كاميرا خلفية مثل ما نلاحظ، شعار نيسان الجديد مع عبارة إكستريل، بصمة إكستريل بشكل جميل، كشاف ضباب بالجزء السفلي. ونلاحظ هنا على الجناح الخلفي الكشاف اللي بالخلف أو الإنارة اللي بالخلف موجودة هنا بالجزء السفلي. هذه الإضاءات LED خلفية، بطاقة استهلاك البنزين وكل هذه التفاصيل راح نشوفها بعد شوي. طبعا هنا عندنا كاميرا أمامية مثل ما ذكرنا من أصل عدة كاميرات محيطية، ناخذ منها 360 درجة. طبعا هذه النسخة تعتبر نسخة مميزة، اللي ما يبغى الفل كامل أو يبغى مواصفات الفل كامل بس بسعر أقل ياخذ نسخة الـ SV بلس. طبعا تعتبر أعلى من فئة الستاندر أو SV موجودة، الـ SV العادية مواصفاتها تعتبر أعلى بشوي من فئة النصف من فئة الستاندر، أما هذه مواصفاتها أقل بشوي من فئة الفل كامل. فخلونا نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية. قبل ما نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية نتكلم عن القلب النابض، محرك نيسان إكستريل. هذه نسخة اللونين، طبعا سعرها نتكلم فيه 141,000 ريال. تختلف معنا طبعا الجزء السفلي أو الهيكل بلون، وسقف السيارة بلون ثاني. 141 فرق بسيط في السعر. إذا جينا لمحرك السيارة، محرك نيسان إكستريل، طبعا طريقة فتح غطاء المحرك بكل بساطة بالسحب. طبعا ما شاء الله السيارة غطاء المحرك أو غطاء أو السحب كله بكل بساطة بالنص. نتكلم هنا بالتحديد عن محرك رباع الأسطوانة سعة 2500 سي سي أو 2.5 لتر الأحصنة، نتكلم عن 181 حصان، والعزم نتكلم عن 244 نيوتن، مرتبط بناقل حركة CVT. هذه البطانة الداخلية تتكلم من الأصوات اللي خارجة من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل، مثل ما نلاحظ بكل أجزاء السيارة ما شاء الله. هذا تساعد في عزل السيارة بشكل أفضل. عندنا استهلاك البنزين، كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 15.4 تقييم ممتاز بلس. بنزين 91 دفع رباعي 2024 طبعا ناقل حركة CVT. طبعا مثل ما نلاحظ السيارة جاية بنظامين دفع، عندنا الدفع الأمامي والدفع الرباعي.
باختلاف لكن نفس التفاصيل. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. مثل ما جرت عليه العادة من المقصورة الخلفية، يا سادة يا كرام، هنا مثل ما نلاحظ فتحة تكييف بالخلف مع منفذ تايب سي ومنفذ للشحن. عندنا دكاية بالوسط بالإضافة لمثبت لمرتبة الأطفال أو الأيزوفيكس. عندنا هنا مثل ما نلاحظ مقابض داخلية كرام، النوافذ كلها كهربائية. عندنا هذا الجزء طبعا كله مخمل، هنا جلد حاملة أكواب، بإمكانك تطوي المرتبة بكل بساطة. هذا اللي يميز سيارة نيسان إكس تريل المرتبة الأخيرة أو الثالثة. طبعا عندنا هذه تنزل بحيث أنها تكون حاملة أكواب 5 أو 7 حسب الأمان. عندنا سقف البانوراما مثل ما نلاحظ، مساحة تخزين خلف المرتبة، وهذه هي تجهيزاتها بالكامل. طبعا بحكم أن السيارة بطاريتها شوي لك عليه، فما بإمكاننا نفتح المقصورة الخلفية ونشوف المساحة الخلفية، لكن قدر الإمكان نحاول نأخذ نظرة سريعة عليها. هذه هي المساحة الخلفية في السيارة، تعتبر نوعا ما بسيطة لكن بالوسط فهي ما شاء الله واسعة. هنا نلقي نظرة سريعة على سقف البانوراما، هنا الكونسول الوسطي، هنا فتحة التكييف اللي بالخلف، نلاحظ هنا إرباقات كمستوى سلامة ما شاء الله. هذه الفئة فيها تجهيزات جدا عالية. نلاحظ هنا أحزمة الأمان ومثبت لمرتبط الأطفال أو الإيزوفيكس موجود، بالإضافة لي هذه التكاية بالوسط فيها حاملة أكواب 2. نلاحظ طبعا ما شاء الله. شفنا بطاقة المواصفات، خلونا الحين نشوف تجهيزاتها الداخلية. طبعا بالنسبة لكرسي الراكب بحركة يدوية، عندنا هنا مثل ما نلاحظ فتحات التكييف، عندنا هنا الدرج، عندنا حاملة أكواب، النوافذ كلها كهربائية، قفل مركزي، مقابض داخلية كروم، هذا الجزء جلد، إرباقات نلاحظ حتى على المراتب فيه إرباقات، هنا كونسول وسطي، وضعية القيادة، وكل هذه التجهيزات. خلونا نشوفها بشكل أقرب. إذا قلنا بشكل أقرب فبمعنى من ناحية السايق، عندنا هنا كرسي السايق كهربائي أكيد بحركة كهربائية، النوافذ كلها كهربائية، القفلة مركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، عندنا مقابض داخلية كروم، عندنا هنا التحكم بالإنارة بالإضافة لفتحة الشنطة الخلفية ومستوى الإنارة، عندنا جير وفون خلف الدركسون، التحكم بعصا الإنارة، عندنا هذا الجزء بيانو بلاك مع كروم، عندنا عجلة القيادة مكسوبة بالجلد بالكامل. هذا الجزء مثل ما نلاحظ التحكم بالدركسون شعار نيسان الجديد بانو بلاك كروم، ما شاء الله مطعمين السيارة في كل مكان. شاحن لاسلكي، تشغيل السيارة ستارت سوب، تشغيل السيارة بالبصمة. عندنا هذا الجزء مثل ما نلاحظ ولاعة، منفذ التايب سي واليو اس بي، حاملة اكواب بالاضافة لبريك الكتروني اوتو هولد. عندنا الدرج مساحتها شوي، عندنا هنا نمط القيادة، الرملي والصخري والثلجي كله موجود هنا. عندنا بالإضافة للمناخ داخل السيارة مثل ما نلاحظ منفصل ما بين السائق والراكب. هنا شاشة التكييف، هنا الشاشة الوسطية طبعا فيها جميع الأنظمة والخيارات، هنا مثبت السرعة مثل ما نلاحظ التفاعلي، وهنا مثل ما نشوف الجير ما شاء الله بحركة بسيطة، وهنا البي الشمسات مثل ما نشوف فيها مرايات وفيها إنارة. عندنا هنا بيت للنظارة، عندنا هنا برضو اللي هو الإنارة الداخلية، وعندنا كمان شماسة للراكب. نلاحظ بوست السماعات كماركة، طبعا تعتبر ماركة فخمة، وهذه التجهيزات بالكامل. وبكذا تممنا هذه التغطية عن نيسان إكس تريل 2024 نسخة الاس في بلاس فئة النصف. الكثير يطلب هذه الفئة والكثير طلب تصويرها، طبعا تعتبر فئة أو نسخة مميزة عن باقي فئات نيسان إكس تريل، تتميز عن فئة النصف العادية، وتتميز أو تتميز كمان عن فئة الفول كامل اللي هي أعلى حاجة
بعدة مواصفات. طبعا بكذا اتمنى هذه التغطيه، اتمنى التغطيه نالت على اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانه التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالايام الجايه، وشوفنا مع بعض سعر فئه الاس في. خلونا نشوف نسخه الف او فئه الفل كامل كم سعره. باذن الله راح اغطيها لكم 152,000، بنتكلم فرق تقريبا 12,000 ريال بجزر الكسور. فباذن الله راح اصورها لكم في الايام الجايه. وبكذا هنا نسخة اللونين، طبعا فرق بسيط في السعر، مواصفات متنوعة وخيارات كثيرة. بكذا أتمنى التغطية نالت إعجابكم. في أمان الله.